شوف الشفر الجميل هذا مزاد اليوم 1984 ماكينة 350 مجدد طبعا، يقول لك قبل فترة طويلة غير تماتيك طبعا دبل مجدد قبل فترة. يقول لك شوف يا حبيبي حتى كاتبينها هنا، يقول لك ترى الممشى في العداد 48,000 ميل، لكن حنا في التايتل اكسمت اكسمت اللي هو انه ما هو موثق. في ملاحظة انا شفتها هنا شباب هنا في الصبر، بس هذا الموتر من هنا الاسفل رشينه بعازل. العازل عندك امرين تم الرش، اما للمحافظة على الشاصي واسفل السيارة الفريم، او انه قاعد يغطي مكان الصدى. فهنا تجي مهمتنا ان احنا نفحص. اوكي طبعا هذا مو فحص، تدقق لازم تنزل اسفل السيارة. ترانزام ما شاء الله، بس الموتر وقفته جميله.